البنجو مش بتاعي والله بريء يا بيه، ده الذنب ذنب حامد هو اللي رمان عليه، ده الذنب ذنب حامد هو اللي رمان. حابة أعطيكي نصيحة، لما حطي حمرة على شفافك قدي شفافك مدي الحمرة، مدي الحمرة قدي شفافك، وبالشمس بس كبر شفافك وتلزيهم بمناخيرك يصيروا مبينين جايين يعني مع بعض، ببطل مبين انه مقسومين. ما توقفي بالشمس، بالشمس ما توقفي لانه بتبيني صب سطح فق سطح، سطحين فق بعض ما بيمشي الحال، بين الترابي ممدودي ماد، حركات الجوكر هاي بلاها. حاجة لحقتيني قبل غياب الشمس، قبل غياب الرسائل يا صفا، يا صفا عيب، يا صفا عيب، خلصت يا امي بتشوي اكثر من اللي حطيت بصري، شو خلصني يا خالتي، انا صدقت الله خلصني. لا صفا قدامها عم اقول لك عيب، بس امي جدا نقاها اكثر ابنها اكثر من امي. يا حبيبي انا من اول خايف من بعد العشرة تروح وتنسياني ويلي شو قلبك قاسي يا نسمة رياني. نتي بينا دسترنا فتح عينك تاكل ملبن، أطلق مستي فين مستي، أطلق مستي فين مستي. عارف كل ما افتكر انني راهنت عليك ودخلتك حياتي ووثقت فيك وأمنتلك وقلت ان انت غير كل الناس، اتفلى فوق واسيب التفة تنزل على وشي. شو بك يا امي؟ لا حول الله. امي شوفي شوفي العم، لا حول الله يا مولي، لا شوفي في حدا مات يعني مسك الخيار مع عمتك. لا عندي بك يا ربي دخلك يا ربي، شو بصير ولا مسك الخيار عرفني خنبان كلبي كلب لو خرجت وانا اسال حالي شو خس حبيبي يسالني اللي منك بتعديها يور ديستر قاعدة بتسكر وانت مبرشي ما لو مش شايف جانم اسمك كتبت بدمي جانم يا بعد ابويا امي جانم اسمك كتبت بدمي جانم يا بعد ابويا امي ستوري على الشارع. في وحدة علقتلي على اخر صورة رسالتها انا انه منيح ما كنت احلى من هيك شو كنت عملتي، بحب خبرك انه انا بحال الله ضلم يشرى معي يعني عم فكر اعمل تمثال باول الضيعة وتمثال تاني بنص دي الرب اللي خلق الضيعة وتمثال تالت باخر الضيعة عشان تبدا فيني وختامها مسك يعني، وبحال يعني حلويت اكثر لقدام عم فكر حط صورتي محل الارسي. ان شاء الله تكوني مبسوطة يا وريضة. محدش هيخرج بره السفاره يا فندم. تسمح لي انا اتفاوض معاه؟ حضرتك اشتغلت قبل كده في التفاوض؟ انا خبير استراتيجي في التفاوض. حسين عبد السلام معايا؟ دكتور مين يا دي يا ابن المره اللي انت قاعدنا مدخله؟ شيل الحافظ. ايه روح امك؟ ستوب ات. فاكر نفسك في الشيلت وانا هتطب واحنا ننفذ؟ ستوب ات. لا لا